تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 565 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 816 طن مواد غذائية. في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 107 أطنان. وفي مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 641 طنًا، كما تم ضبط قرابة 69 طنًا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فيما تم ضبط 900 وتسع عشره قضيه من بينها مائه وثلاث وستون قضيه خبز ناقص الوزن ومائه وثلاث وسبعون قضيه خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز